السمع خلاص. ايش انت سمع ازاي انا حد من تحت ولا انزل انا؟ مفيش حد تحت. فيها فرد مفيش. لا في لا في انا عارفه يديروا اللي مفيش انا بديت اسوي حاجه. لا في ولا كده تعالى هنا كده تعالى ايه في ولا مفيش؟ لا في تحت الفرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا جماعة؟ وحشتوني جدا جدا. عايز اقول لكم ان ناس كتير عمالة بعتلي استفسارات كتير عن الموضوع ان هم عايزين يخسوا وان هم بيتخانوا جامد وبالذات في رمضان بقى كله بيدب اكل ومحاشي وبيتخد بطريقة غبية. فالناس عايزة وصفات يخسوا بيها. يعني ناس كتير سألوني هو ياسمين اختك خست ازاي؟ طب انت خسيت شوية ازاي؟ فانا اقول لكم الطريقة. بصوا يا جماعة، في شاي اسمه شاي فطار. الشاي دوت مفعوله سحري، يعني شاي فظيع، بيخسس بطريقه رهيبه، بيعلي نسبه الحرق في الجسم بطريقه رهيبه يا جماعه، بتخس في الاسبوع من 5 كيلو ل 7 كيلو. شاي تحفه، انا مجربه وياسمين اختي مجرباه وتحفه، تحفه بمعنى الكلمه. الشاي ده بقى يا جماعه بيعمل ايه؟ الشاي ده بيسد النفس وبيعلي الحرق. ازاي بيسد النفس وبيعلي الحرق؟ يعني مثلا تقعد تمسك الاكل قدامك مهما تدب في الاكل هتلاقي ايه؟ بعد ما تاكل الحرق بتاع جسمك بيزيد تك 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 بطريقه غبيه. الاكل انت اكلته دوت ولا كانك اكلته، زائد ان هو بيسد النفس ازاي؟ يعني انت دلوقتي مثلا محطوط قدامك طبق ممبار قد كده، هتلاقي نفسك خدت ممبرايه وخلاص انت شبعت، تمام؟ فالشاي ده تحفه يا جماعه. والشاي ده كمان يا جماعه عليه عرض. ايه هو العرض؟ اللي هيشتري عبوتين من الشاي دوت هياخد التالت عليها خصم. نسيبنا بقى من فطار من الشاي ده شويه ونمسك الساحر ده يا جماعه مسمينه الساحر. الساحر ازاي؟ دي حاجه اسمها زلدين، دي عباره عن نقط يا جماعه. بس بصوا دي سحريه بقى، يعني دي سحريه، دي مفعولها عامل زي السحر بالظبط. ليه بتعمل ايه دي بقى؟ النقط دي يا جماعه بتعلي نسبه الحرق في الجسم بطريقه انتم مش متخيلينها. يعني لو قعدت على سفره كده مائده رحمن كبيره قد كده، قعدت تاكل كل الحاجات اللي فيها دهون في الدنيا ولا كانك اكلت حاجه، ولا كانك اكلت حاجه حرفيا. لو خدت النقط دي مع الاكل شكرا، انسى كده، انت وصلت ولا كانك اكلت حاجه في الحياه. فاللي متضايق من جسمه ومش عاجبه وزنه ومش عاجبه شكله يدخل حالا يا جماعه يطلب المنتج فيتارم وزلدن. الاثنين فظاع بمعنى الكلمه. هتطلبوهم ازاي بقى يا جماعه؟ بصوا في لينك هتلاقوه في الديسكريبشن او الكومنت دوت، لينك البيج اللي بتبيع المنتجات دي، هتخشوا وتطلبوا منهم اوردر، او في نفس الوقت لو عايزين تتصلوا بيهم انا هديكم رقمهم بحيث ممكن تتصلوا بيهم مباشره على طول، تطلبوا منهم اوردر او تطلبوا الاوردر منهم عن طريق الواتساب. اكتبوا ورايا رقم التليفون بتاعهم يا جماعه 010 30 70 160 8. اقول تاني 010 30 70 160 8. هتخس يعني هتخس، ما فيهاش كلام. اتصل بيهم يا جماعه واطلب اوردر وهتخسوا بطريقه انتوا مش متخيلينها. وفي نفس الوقت لينك البيج بتاعتهم يا جماعه في الديسكريبشن او الكومنت، خشوا على البيج اطلبوا منها اوردر. يعني انتوا عندكم حاجتين، يا اما هتطلبوا عن طريق رقم التليفون، يا اما تخشوا على البيج بتاعت الفيسبوك وتطلبوا عن طريق ايه؟ عن طريق ان انتوا تكلموهم في الرسائل او تتواصلوا معاهم كمان على الواتساب، تمام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسوش انزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، صلوا المقلب ده ل 100,000 لايك، عشان لو وصل ل 100,000 لايك هنعمل لكم حاجات كتير الفترة الجاية هتعجبكم جدا. احنا النهاردة قررنا نعمل مقلب في جنة بنت اختي اللي هي بنت ياسمين. قررنا النهاردة نعمل فيها مقلب، ومقلب قاسي قوي، مقلب إهانة. هنهنها، هندمرها، هنحرق نفسيتها، هنبوظ نفسية الطفلة، هنولع فيها. ايه هنعمل فيها ايه؟ حرام علينا والله، احنا مفتريين وامها قاسية، وحرام عليك اللي هتعمليه في بنتك يا مفترية. اول ما قلت للياسمين ان انا هعمل مقلب في جنة بنتها وافقت على الفور، قالت انا موافقة، خدها ولع فيها. مش عارف ليه ليه كده يا ياسمين يا جماعة. ام شريره، ام اسيا، اقسم بالله ام شريره. قلت لها يا ياسمين انا هعمل مقلب في جنه ان احنا هنهنها. قالت لي هنهنها ازاي؟ قلت لها بصي يا بنت الناس، انا هجيب جنه واقول لها تعالي يا جنه هنصور فيديو كوميدي انا وانتي وياسمين، تمام؟ واحكي لها القصه ان انا وهي المفروض انا وياسمين متجوزين ومفروض خارجين، وجنه المفروض بنتنا وهتقف وسطنا، واحنا قبل ما نخرج
بنقول ايه انا وهي ان انا يلا ياسمين نخرج يلا يا حبيبتي يلا يا قلبي طب ايه هنعمل ايه في جنة بنتنا نسيبها هنا وايه وتقعد في البيت لوحدها. فالمفروض ان جنة هتقول موشح كبير واحنا عارفين ان هي هتتلخبط في الكلام ده في حاجه خليها تقوله وهنفضل هنا وانت ما بتعرفيش تمثلي وانت فاشله بقول لك امشي اتصوري معانا وامشي وهندمر نفسيه البنت الصغيره. حد بيعمل كده يا بشر؟ حد يعمل كده في ابنه؟ حرام عليكي حرام عليكي بنتك يا مفتريه. المهم يا جماعه قبل ما نبدا دلوقتي المقلب انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ووصلوا المقلب ده مش ل 100,000 لايك بقى ل 200,000 لايك. وجنا احنا بعتناها تجيب لنا الترايبود من العربيه تحت ومستنيانا واول ما تيجي هنولع فيها. يلا بينا نبدا. جاهزه؟ محدش يضحك اكتبوا الضحك اكتبوا الضحك قبل ما تبتدي المشهد. انت عارفه تعملي ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو انت البنت اللي هي الرخمه اه اللي هي انا بابا وهي ماما. طب عادي لو انا قلت الكلام بس هو نفس اللي انت قلت لي بس بطريقه ثانيه. اه هو نفس اللي قلت لك عادي مفيش مشكله في ده. جودي براحتك ماشي بس يبقى تجويد كوميدي حلو. اه واحد اتنين تلاته. بقول لك ايه؟ هنعمل ايه؟ هنخرج بره. ما احنا هنخرج نفطر بره بس دي هنعمل فيها ايه؟ لا لا تقعد هنا مع ماما قبل ما يجي. لا مفيش خروج من جنة جنة معلش انا مش عايز اتنرفز وازعق. انا مش عايز اتنرفز وازعق تمام؟ هتمثلي عادي ولا لا؟ ولا انزل اجيب اي واحدة من تحت بس معانا؟ يلا تاني كده كده تاني مرة اكشن. ايه هنعمل ايه؟ ماشي انا هنخرج تمام بس دي هنعمل فيها ايه؟ ماليش دعوة مفيش خروج من مفيش خروج كده بقى كل شويه يقعد يوقف. يا ابني ما تنرفزنيش. مسيح تعالى اقف هنا. اقف هنا. هنزل اداء ولا لا؟ اجيب حد تاني؟ لا خلاص. انزل اجيب حد من تحت؟ لا لو انزل اجيب قول لي انزل اعمل هات حد من تحت. يا ابني كانت حته واقفه عشان مش عايزه تبقى معايا. يعني قلت لها قالت لي خلاص ايه؟ لا جنة شاطره وهتعرف تمثل. مش هتكون بخيال نضحك. ضحكينا يا شيخه. يلا. مش عندي جمه كده. فوق كده فوق ايدك كده واقف واقف هنا في النص قالك انت في النص ما بيننا اللي هو عارف انت اللي هو ايه كده. لا يا بابا لا يا ماما فاهمه؟ يلا تاني هنعمل ايه النهارده؟ هنخرج ازاي ودي معانا؟ هنسيبها ماليش دعوه مفيش خروج من غيري. هو انت مش قلت لما انا هقول لهم كده؟ لا لا بصي انا مش هتكلم بس معاك. ايه بنتي؟ انا مش هتكلم بس معاك. فين الدلع بتاع الاطفال؟ فين؟ اقعد خش 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 ما تنزلش معانا خلاص. انا غلطان انا حقك عليا والله انا اسفه بجد. خش 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 خلاص. انت ليه كده من الاطفال كده حاجه كده وحلوه كده وبتتعلمي كده؟ ليه مش حاجه حلوه كده؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ليه كده؟ خلاص خلاص مش لازم معانا اتفضلي. اتفضلي. انا ماليش حاجه تاني. اصبري بقى اسكتي. كسفتيني والله. اتفضلي. اتفضلي. مش هتمثلي خلاص معانا. طب خلاص اخر مره معلش يا احمد تاني. اخر مره كان لاقيني ولا لا؟ علي صوتك اخويا اصبري دي المطرية. علي صوتك هتعملي ايه؟ تعالي هنا هتعملي ايه؟ هتعملي ايه يا بابا؟ عادي عادي. طب بتعرفي ايه دلوقتي؟ بس هتعملي ايه ولا لا؟ هتعملي ايه ازاي؟ انا مش فاهم مني ولا كلمة مش فاهم مني ولا كلمة. ركزي معايا يا بابا يا ماما. لا انا مش بتاع ده مش بتاع ده تعالي وقفي هنا في النص بقول لي. الله اخر مرة. طب انتوا ما تسكتوا يا عم. لا مفيش خروج من غيري وماما. احنا مش الاداء انت الكلام كله بتاعك. انا هقول لها مش هنخرج النهارده هتقول لي لا نخرج مش عارف ايه. طب ايه طب يلا بينا نخرج. هتروح لا ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه واحنا قاعدة في البيت. لا مش هقعد في البيت يا بابا ويا ماما لعلمكم بقى انا لو قعدت في البيت هعمل لكم مشاكل كتيره. عارفين ايه هي؟ يا ماما هدخل اكسر لك السين اللي في المطبخ. يا بابا هدخل اقصقص البدل بتاعتك واعمل منها فساتين. لو قلت يا ماما انا هدخل واعمل اكل لنفسي وما ادراكي لما انا اعمل اكل لنفسي ابعدل لك الدنيا في المطبخ وهكذا. تفتحي شايف الاطفال وقف هنا هتمثلي ولا لا؟
اصبري بقى تسهل ولا لا؟ علي صوت مش سامعي. يلا ايه يا قلبي هنعمل ايه النهارده؟ اسمعي علي صوتك. حاضر. كمان مش ايه؟ خلاص ماشي. مش انت بنتي وبنتك. خلاص ماشي. ياسمين. ايه يا حبيبي؟ هنخرج فين النهارده؟ نفطر بره دي بوابتي. هنعمل ايه في دي؟ هسيبها هنا عقبال ما نيجي. معلش دعوة مفيش خروج من غيري، أصل أنت يا ماما لو سبتيني هنا في البيت أنا هدخل المطبخ وأكسرلك كل السنين اللي في المطبخ، وأنت يا بابا لو سبتني في البيت هكسرلك كل هقطعلك البدل وأعملها لك في ستين. إيه؟ حاطة صوتك بتسمعي. وأنت هنا كده حاطة صوتك وبتسمعي. أه يا جنبي. يبقى أنا بتكلم بعد إذنك ثانية، أنت حاطة صوتك بتسمعي. بس. وإيه ده؟ حد واقف كده؟ يا بابا أنا هعمل وأسوي يا ماما، إيه القرف ده؟ ولا بتعرف المسيرة بقى بتضايقني وبتقولي لي انت ما بتخليكيش تعملي حاجة بجد؟ أنا مش فاكر أعملها كده بجد معايا. هو اللي بيلعبني هتعملي الفيديو ده وخلاص. مش هعمل معايا فيديوهات تاني. أنت فاهم ولا مش فاهمة؟ يا بنتي ردي يا بنتي عليا. ترجع مدرس سكة زي ليه يا عم تروح؟ أنا واقف هنا. واقف هنا بقول لك. طب هو عارفك. هتمسيه يعني ولا لأ؟ أنت مش عارفة تمسيه كويس. أنت مش عارفة تمسيه قرف قرف عارفة قرف أنت وبتعملي قرف. انت جنة بقى يعني ما ينفعش كده والله العظيم، ايه يا جنة ده؟ انت ليه خايفة؟ ليه خايفة وبتبعدي كده؟ مش عارفة كده. طب ما انا واقفة. قولي يا طارق قولي انا مش هصور، قولي انا هعمل بلا عنكم، قولي كده، ما تبقاش فين واقف كده؟ انا واقفة. فين وشك يا ماما؟ فين وشك؟ ورينا هتعملي ازاي؟ لما تدخل ماسكة عنك وتقول لك لا سيبها هنا، انا هقول لك يا ماما لا انا ما بص قالت لها اصلا كان بلوفر. لا. خش خش صور. خلاص. صور انا وهي. خلاص. صور انا وهي. كده يا بابا كده. فيها تحت في الجاردن صح؟ انزلي جيبي لنا اي حاجه. في تحت في الجاردن. في تحت في الجاردن. مفيش تحت. يا بنتي اصبري بقى. والله ما في. ازاي هتلاقي واحده من صحابك؟ مفيش تحت. هتلاقي بنت صاحبتك دي. لا مفيش. وفي هنا في دكتور كلمني معايا. بقول لك انزلي هتلاقي اي واحده من تحت تطلع في نفس الوقت. مش هتمثلي معايا. ايه اللي هتمثلي معايا؟ اي بنت من تحت. قول لها تعالي معايا. اصبري. ممكن تسكت شويه بقى؟ ايش تمثل معانا خلاص؟ ايش تمثل معانا؟ انزلي هات لنا حد من تحت. ولا انزل انا؟ مفيش حد تحت. انزلي يلا بقول لك هاتي لي حد من تحت. تخيلي منظرك بنادي ياخدك من تحت وانا في طفله. ازاي ياخد من تحت؟ ياخد اختي. يبقى اصبري بقى. حضرها. ازاي بعد اذنك هات حد من تحت الصوره؟ هتبقى منظر وحش. فيها فرد تحت ولا لا؟ مفيش. لا في. انت كدابه بتكدبي كمان. لا مفيش. بتكدب. تقدر تقول مفيش. فيها فرد تحت. لا في لا في انا عارفه بيجيلوا اللي مفيش وانا بديت ما لا في بقول لك ايه تعالى هنا كده تعالى في ايه في ولا مفيش لا في تحت الفرش لا في ايه ما بنت بقى لا في اطفال لا مفيش والله تنزلش في اي حد روح يا بنت اوعي كده الله روحي خبطي عليهم اغبر عليهم واقول لهم صحابي لسه ما خلصوش الامتحانات شوف اي واحد بس معانا شوف بس معانا لا ماما ما فيش حد تحت انت مش هتمثلي معايا خلاص طب ما هو مفيش حد تحت ومفيش حد يعرفه هنا انزلي دوري على اي حد تحت شوفي في الجاردن ديل او جاردن اي جاردن تانية ماما كلهم مش بينزلوا الصبح بينزلوا بيبقوا صايمين ما بينزلوا امتى؟ بينزلوا من الاخر بيبقوا فاطرين فبينزلوا بالليل عشان عايزين يشوفوا كده يبقى عارفين يشوفوا انزلي شوفي لنا اي واحدة تحت مش صايمة مفيش حد شوفي لنا اي حد واحدة تحت مش صايمة كله يا عم ايه الاخر من سنة انا عايز عيال صغيرة مفيش شوف بقى شوف بقى تخيلي لما تيجي عيال صغيرة وتعمل دول مكاني انت حلوه انت مش عارفه تعمل ايه اكتشفتيني والله بجد بس هتيجي عيله صغيره تعمل دول مكانك يلا انزل هات لنا حد مفيش انزل هات لنا حد اه مفيش ايه اللي ما تسمعش كده؟ اه ما عدتش واحده واحده يا ماما خبرتني تعالى اسمي تعالى اسمي نعم بعد اسمك انا تسمع كده مش البنت دي عليها لازم انزل يا هلا احمد يا حبيبي شوفي اي حد تحت انزلي بقى يلا يلا انزلي هي اكيد بتقولي تعالى اطلع صور محفور معاكي احمد يلا اطلع انزلي يلا بعد ما يبنت صغيرة اقول لها اطلع تعالى صوري مع احمد حسن يلا اتفضل بتعملوا فيا مقلب؟ ايه؟ بتعملوا فيا مقلب؟ ايه؟ مقلب لا لا بتعملوا مقلب خلاص حبستها بتعملوا مقلب والله بنعمل والله بتعملوا مقلب ما بنعملش مقلب لا بتعملوا مقلب ما بنعملش مقلب لا بتعملوا مقلب يا معلم بتعملوا مقلب والله ما بنعملش مقلب والله بتعملوا مقلب والله يا عافية ما بنعملش مقلب لا 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 بنعمله والله انت مش عارف تتكلم انا ماشي روح كده هو انا وقفت كنت ما تخبطيش ولا عملت تخبطي يبقى مقلب ازاي؟ انا ما بعرفش فيك مقلب. لا مش مقلب، مقلب ايه؟ مقلب ايه؟ لا مش مقلب. بتعملوا مقلب.
فعلا عاملين مقلب. عاملين مقلب قول الناس يلا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وصلوا المقلب ده ل 100,000 لايك. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. اصلا بصي مش عارفه اصلا حتى الكلمه دي مش عارفه اقولها. طب ما انا ابقى عيط يعني. انا بقول لك انا مش عارفه اقولها كمان. يعني اه كنت بتعيط. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. المقلب ده 100,000 لايك. بصي عارفه اقولها. المقلب ده 100,000 لايك. تاني. اشتركوا في القناه يا جماعه وفعلوا زر الجرس وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. المقلب ده 100,000 لايك. بص بص لعبت ازاي يعني اهو. لو عجبكم المقلب ده ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا المقلب ده ل